الفساد، احنا بنتكلم عن فساد المحليات من ايام حسني مبارك، وممكن نفتكر كلنا الجمله المشهوره لزكريا عزمي لما كان بيقول في مجلس النواب انه الفساد وصل للركب وفي المحليات، وهو ما زال موجود. وممكن لسه رئيس الجهاز رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينه بيتكلم امبارح او من يومين في تصريحات قال انه في 600 مليار جنيه حجم الفساد في مصر خلال 2015. يمكن الرئيس السيسي امبارح شكل لجنه تقصي حقائق في هذا الموضوع تحديدا. يعني احنا قدام قضيه كبيره جدا هي قضيه الفساد. طيب. لابد ان هم